أنا بمشي بالشارع بنسأل إنه كتير حلوة أنت يابك من وين؟ والله بالة أنا جد؟ وإيه المشكلة؟ مرحبا. واضح أنا تقلبوش من سوريا، خرجت السنة من كلية طب الأسنان. بلشت بهذا المشروع لأنه معروف عن كلية طب الأسنان أنه هي كتير كلية مكلفة، بقى كان هذا هو من الباب الأول أنه أنا كرمال الدخل. صح مردود البايع الإلكترونية ما كتير كبير، بس بيساعد بلو جزء. بالإضافة أنه أنا كتير بحب أنزل على البالة، يعني عندي هذا الشغل، بحب طب لقطة على بعض، بحب الناس تشوف الستايل اللي أنا بشوفه وبحبه، وممكن تلبس مرة على مرة. خطر لي انه ممكن استفاد من هذا الشيء بما انه هو عندي يا شغف، شيء يقدم لي مردود. فبلشت من خزانتي، شوي شوي عملت جروب، بلشت بيع قطع. كان وقتها فترة حجر صحي، نزلت بعد فترة الحجر، سوقت، جبت قطع اكثر، وسعت الجروب، صار ينباع قطع. أنا بنزل بتسوق القطع، بحسهم ما فيهم ولا عيب، بشتريهم، بحاول لاقي أي نكشة، يعني إذا الشغلات ممكن تتصلح باخدها لعند خيام. من قبل كنت أوصلهم بس حالياً غير متوفر هذا الشيء. بنصور صورة موبايل عادية خلفية سادة، بنزل صور على جروب الفيسبوك وعندي جروب إنستغرام. لكل الشباب اللي عم يدوروا على فرصة عمل، هي موجودة بين إيديكم، بس بالمحيط شوي بدها أدوار. تشوفوا المقومات الموجودة أكيد رح تلاقوا. ممكن أنت شغلة بتحبها تسيرها مثل ما بدهم يلي حواليك وتخلق فرصة عمل. المقومات بسيطة كتير، بس الاستمرارية هي الأهم. فخورة بالشي اللي وصلت له لهلأ، فخورة أني تخرجت، وخصوصاً أنه خلال فترة دراستي تقريباً كان نص المردود المادي اللي أنا حطيته بكلية طب الأسنان اللي هي ثاني أغلى كلية هون عنا بدمشق، كان نصه مني، من شغلي، من تعبي. طموحي كأي طالب خرج من كلية طب الأسنان أني أشتغل بشهادتي، بس هذا الشيء مو متوفر هلا. أني أفتح عيادة كتير مكلف، ما عندي القدرة المادية حالياً. عم دور على مكان ممكن اتوظف فيه بشكل انه يكون مساعدة لحتى اقدر شوي اخذ خبرة. هاي الخبرة في حال صحت لي فرصة برا البلد اكيد رح اكون متحمسة.